وحياتي في الطعام، أمه بانتظام، غذائي السليم كله فيتامينات. اسمع واستمي نصيحة، نصيحة مفيدة للطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. السلام عليكم يا أصدقائي، اسمي حلا. أنا أحب الطعام الصحي والمفيد المليء بالفيتامينات والمعادن. الفيتامينات مواد طبيعية تساعدنا على بناء أجسام سليمة وقوية، ويرمز لكل فيتامين بحرف من حروف الأبجدية. تعالوا معي سأخبركم اليوم عن فيتامين مهم، وهو فيتامين B1 ويرمز له باللاتينية B1، وهو يساعد على فتح الشهية وينشط الجسم. في المتجر الكبير يوجد فيتامين B1 في لحم البقر، البيض، اللبن، البندق، الرطب، التين، المشمش، التفاح. هل تعلمون يا أصدقائي أن الرطب والتين ثمرتان مباركتان وقد ذكرتا في القرآن الكريم؟ ما رأيكم؟ سأتناول اليوم طعاما غنيا بفيتامين B1. انظروا، يوجد فيتامين B1 في لحم البقر والبيض واللبن والبندق والرطب والتين والمشمش. فيتامين B1 يساعد على فتح الشهية. فيتامين B1 يساعد على تنشيط الجسم. مع الفيتامينات والمعادن ننمو بصحة جيدة وتصبح أجسامنا قوية. اسمعوا نصيحتي، إلى اللقاء. في الطعام.